بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة اليوم بالهيستولوجي هي الانتجومنتري سيستم، أو نقدر نقول عليه the skin and appendages of the skin or integumentary structures within the skin which include the hair follicle. Hair follicle إضافة إلى السبيشيس جلاند والسويت جلاند هير فوليكول بالإضافة إلى السبيشيس جلاند هذه الهير فوليكولز. طبعا أكو ويا الهير فوليكولز ملحقات أخرى اللي هي السبيشيس جلاند الإريكتور بيلي مصل، إضافة نضيف لها كذلك السويت جلاند أو الغدد العراقية. لو نجي على المين فانكشن اوف ذا سكين حتى نربط بالستركتشر مع الفانكشن، اول شيء بروتكت، الميكانيزم للبروتكشن عندنا الابيثيليا اوف ذا سكين اللي هي تكون كيراتينايز ستراتيفاي سكواموس ابيثيليا، هذه كبروتكتيف لاير تسوي بروتكت من الكيميكال من الميكانيكال من كذلك البكتيريال انفكشن، يعني كبروتكتيف لاير. والبروتكتيف لاير هاي مثل ما قلت قبل شوية هي الابيثيليا اوف ذا سكين واللي هي عبارة عن كيراتينايز ستراتيفايد سكواموس ابيثيليوم، ونقدر نلمس هذا البروتكتيف او البروتكشن من انواع السكين اللي موجودة اللي هي مثلا عندنا ثيك سكين والثين سكين. يعني البروتكت اللي موجود بالبالم اند سول يكون اكثر من البروتكت اللي موجود مثلا بالفيس، كون البالم والسول دائما مع فراكشن ويا الماتيريالز، لذلك هنا كابيثيليا هنا تكون فيري ثيك ابيثيليا فيري ثيك، او بنقول فيري ثيك يعني ثيك كيراتينايز ستراتيفاي سكواموس ابيثيليا. طبعا حافظنا على البادي تمبرشر وكذلك ريجوليت، يعني تلاحظون من الشخص ترتفع درجه الحراره يصير سويتنج، حتى السويتنج هنا هم يعمل على تخفيض درجة الحرارة prevent water loss. الميتابوليك سينثيسيس للفيتامين دي كيوتينيوس سينسيشن، وهذا اللي ذكرناه بالاسبوع الماضي كيوتينيوس سينسيشن، من اخذنا النيرفس سيستم وربطنا السينسيشن بالسكن مع السوبرفيشال لاير اوف ذا سكن ومع الديب لاير اوف ذا سكن. واليوم راح نعرف شنو معنى السوبرفيشال لاير اوف ذا سكن وشنو معنى الديب لاير اوف ذا سكن والسنسيشن بالسكن اللي هي النيرف اندينج واللي قلنا عليها الافرنت لو الافرنت طلاب افرنت نيرف، عافيه، الافرنت نيرف اندينج، الافرنت نيرف اندينج اللي توصل لي الايعاز من الكيوتينيوس لاير او من السكن الى سي ان اس، يعني معناته الافرنت نيرف اندينج او سميناها السنسري او سميناها السنسري اكسكريشن، وكذلك لبريفنت يو في لايت عن طريق الخلايا اللي مقسم من الخلايا اللي موجوده بالابيثيليا واللي هي عباره عن الميلانو سايت. اذا عدد من الفانكشن يعني تتضمن من البروتاكت للسكريشن للريجوليت بادي تمبرشر للميتابوليك اكتيفيتي، هذه كلها تقوم بها بتراكيب موجوده بالسكن. المورفولوجي للسكن، لو نجي على السكن which presents within the human body اقدر اقول عندنا two type of the skin according to the morphological structure للسكن، عندنا two type of the skin. طبعا قبل لا ابدي بالمورفولوجي، يعني السكن هو يعتبر مثل ما قلنا سابقا largest organ، صح لو لا قلناها لو ما قلناها؟ نعم دكتور قلناها largest organ واللي يمثل تقريبا 15 الى 16% من البادي ويت، يعني اذا شخص وزنه 100 كيلوغرام اذا ننزع السكن او ناخذ فقط السكن مالته راح يطلع تقريبا 15 كيلوغرام، اذا هو راح يمثل لي تقريبا 15% من البادي ويت. السكن مو متشابه بكل المكانات، فعندنا تو تايب اوف ذا سكن ان جنرال، الفيرست وان اسمي ثيك سكن، الفيرست وان اسميه thick skin او نقدر نقول عليه hairless skin، hairless skin ماكو hair follicle thick skin، كون
الابيديرم مالته هنا كون الابيثيليا فيري ثيك كيراتينايز سيرتيفايد سكواماس ابيثيليا فيري ثيك كيراتينايز سيرتيفايد سكواماس ابيثيليا. والنوع الثاني اللي هو ثن سكين او نقدر نقول عليه الهيري سكين هيري سكين واللي هو موجود بكل مكان بالجسم موجود بكل مكان بالجسم عدا البالم اوف ذا هاند والسول اوف ذا فوت اللي موجود بها هنا ثيك سكين البالم والسول عندي ثيك سكين بينما باقي المكانات بالجسم هيد نيك باك تشيست اكزيلا جواينال ريجن كل المكانات بالمر ريجن فرونتال ريجن اي مكان بالجسم موجود به ثن سكين كفرد باي ثن سكين واللي هي الابيثيليا مالته والسب ابيثيليال كونكتيف تيشو. اما بالبالم of the hand والسول of the foot فتكون عبارة عن thick skin وهذا اللي هسه قلنا عليها mechanical protection كون الابيثيليا هنا بهذا المكان تكون very thick keratinized stratified squamous epithelia very thick keratinized stratified squamous epithelia. هاي بالنسبة للاناتوميكال. طبعا السكين لو اجي عليه فقط عندي يتكون من جزئين رئيسه هيستولوجيكالي الطبقه الخارجيه اللي هي الابيثيليا او اسميها الابيديرم اسميها الابيديرم الابيديرم واللي هي تتمثل بالابيثيليا اوف ذا سكين تتمثل بالابيثيليا اوف ذا سكين اذا كانت بالثن سكين واذا كانت بالثيك سكين. الابيديرم اذا كانت بالثن سكين ككل من البيزاليس الى الكل وإذا كانت بالثن سكن نفس الشيء الإبيثيليا أسميها الإبيديرم أسميها الإبيديرم الثن سكن والثك سكن الإبيديرم. الطبقة الثانية اللي هي عبارة عن الديرمال لاير الإبيديرم الإبيثيليا أوف ذا سكن. أما الديرمال لاير فهي الكونكتيف تيشو لاير اللي تربط لي السكن بالأندرلاينج تيشو تربط لي الابيثيليا اوف ذا سكين بالاندرلاينج تيشو وتتواجد بها هنا الستراكشرز اللي موجوده مع السكين تتواجد بها الستراكشرز اللي موجوده مع السكين. فبالهيري سكين او بالثن سكين ايش راح يتواجد بها؟ راح يتواجد بها الهير فوليكلز ما دام قلت هيري سكين او ثن سكين اذا هي هير فوليكلز يتواجد بها السويت جلاند يتواجد بها السويت جلاند وكذلك السبيشيوس جلاند ولو ما واضحه هنا مع الاركتر فيلي ماسل. اما بالنسبه للثيك سكين بما انه ماكو عندي هير فوليكل ابسنس اوف هير فوليكلز اذا ماكو عندي لا سبيشيوس جلاند ولا اركتر فيلي ماسل يبقى فقط عندي هو السويت جلاند السويت جلاند. اذا الطبقه الثانيه هسه راح نجي نعرف شنو الستركشرز مالتها. الطبقة الأولى اللي هي surface layer أو الإبيثيليا عبارة عن keratinized stratified squamous epithelium والthickness of the keratin هنا يختلف من مكان الآخر. فعندي thick skin اللي موجود بالpalm والسول very thick layer of keratin نقول thick layer of the keratin بالتأكيد باقي الطبقات راح تتعامل مع هذا thickness ويكون very thin في قسم من المكان أو باقي الأجزاء الجسم. وحتى هنا بالثن سكين أو بالهيري سكين يختلف الثيكنس مال الإبيدير من مكان الآخر يعني مكانات اللي تحتاج بروتكت أكثر من يعني مثلا بالفرونتال ريجن بالفرونتال ريجن بالمكان الوجه يعني يختلف عن مثلا مكان الأكزيلا يختلف عن مكان التشيست الباك الظهر يختلف عن التشيست نفس الشيء يعني هنا اذا اكو اختلاف بالثيكنس ومن ما دام اكو اختلاف بالثيكنس اوف ذا ابيثيليا او الابيديرم اذا هنا راح يصير اختلاف بباقي اللايرز اللي هي راح تتمثل او تتواجد بها هذه او تكون لي هاي الابيثيليا هسه راح نجيها بالتفصيل لتكون هذه الابيثيليا. فاذا السكن يتكون من تو لايرز superficial layer او الابيثيليا واللي اسميها الابيديرم
والطبقة الثانية اللي هي الديرمال لاير، واللي هي سب ابيثيليال كونكتيف تيشو، وتكون هنا دينس irregular connective tissue، ويتواجد بها هنا خلينا نقول appendages of the skin. فإذا كانت بالthin skin تتواجد الhair follicles، يتواجد الerector pili muscle، يتواجد sebaceous gland، يتواجد كذلك السويت gland، يتواجد السويت gland. أما بالنسبة للthick skin فيتواجد فقط عندي السويت gland، طبعا إضافة إلى طبعا blood vessels، يعني هنا الزربايد يعني هنا السكين باعتباره هو مجهز ب structures او هايلي باسكولارايزد تيشو، فلذلك هنا لما اقول هاي باسكولارايزد تيشو يعني مو بالابيثيليا، يعني تكون الابيثيليا افاسكولار، دائما الابيثيليا افاسكولار. فاذا في طبقه الديرمز، فقط طبقه الديرمز تكون هايلي باسكولارايزد تيشو بالبلاد فيزلز وكذلك بالبلاد كابيلاريز. اذا السكين تو لايرز، ابيديرم والديرم. طبعا بعض الكتب وصفت ثيرد لاير اللي هي سموها سب كيوتينيوس لاير، سب كيوتينيوس لاير، ابيديرم الابيثيليا، الديرمز عباره عن دينس irregular كونكتيف تيشو، وهاي سب كيوتينيوس لاير يسموها الهايبو ديرم، الهايبو ديرم، وهي عباره عن لوس كونكتيف تيشو يتواجد بها كميه كبيره جدا من الفات سيلز او الاديبوز كونكتيف تيشو او الاديبوز تيشو، تعتبر مكان للستورج للاديبوز، خاصه بالمكانات اللي يتواجد بها الفات او يتوزع بها الفات، تتواجد بطبقه الهايبوديرم. قسم من الكتب تقول من ضمن السكن، وقسم لا، احنا دائما نوصفها من ديب فيشيا. وهنا عندنا الديرمز والابيديرمز، الديرمز والابيديرمز هي تو لاير اوف ذا سكين، تو لاير اوف ذا سكين. طبقة الهايبوديرم هي عبارة عن الفيشيا اوف ذا سكين. نبدي بالابيديرم. الابيديرم قلت هي الابيثيليا اوف ذا سكين، واللي هي عبارة عن كيراتيناي سيرتيفاي سكواموس ابيثيليا، ويختلف الثيكنس اوف ذا كيراتين من مكان لاخر، فتكون بالثن سكن فيو لايرز، بينما بالثيك سكن تكون سيفرال لايرز. هذه اللايرز مكونه من كم لاير؟ مكونه من تيبيكالي 5 لايرز، تيبيكالي 5 لايرز ريست ابوف ذا بيزمنت ممبرين، typically five layers stratum basalis أول طبقة اللي هي one layer of cuboidal ticolumnar cells stratum basalis أو basal layer. الطبقة الثانية اللي هي stratum spinosum، stratum spinosum cells هم polygonal cells ترتبط مع بعض بواسطة الديزموزومز، ترتبط مع بعض بواسطة الديزموزومز، ومكان هذا الديزموزومز بافتر ديث راح يكون شرينكينج، فتبقى بشكل سباين ستراكشرز مكان الاتصال مع الخلايا، لذلك سميت ستريتم سباينوزم. ثيرد لاير ستريتم جرانيولوزم، ستريتم جرانيولوزم، وهنا تقريبا 1 to 4 to 5 layers according to the area of cells appear granulated because it contain keratohyaline granules، واللي هي تكون دائما basophilic granules، keratohyaline granules واللي تكون basophilic granules. طبقة الفور لاير هنا نسميها stratum lucidum، هاي طبقة صافية من الخلايا، طبعا هي موجودة بها خلايا، هاي الخلايا تكون hyalinated cells وتكون translucent، translucent layers أسميها stratum lucidum. أما باقي الطبقات فهي عبارة عن stratum corneum، stratum corneum، وهي several layer of dead cells filled with keratin، several layer of cells filled with keratin. فالdead cells هذه طبعا non-nucleated cells، non-nucleated cells،
وفيلد وذ ذا كيراتين، وتختلف هنا طبقة الكيراتين مثل ما قلت قبل شوية من مكان لآخر، فتكون very thick بالبالم and sole، very thick بالبالم and sole. وإذا كانت بالبالم and sole very thick، بالتأكيد باقي اللايرز تكون typical layers، يعني البيزاليس والسباينوزم والجرانيولوزم واللوسيدم كلها موجودة. بينما بالثن سكين إذا كانت الكورنيوم very thin layer، بالتأكيد باقي الطبقات راح تكون قليلة، يعني البيزاليس طبعا هي دائما ثابتة one layer of cuboidal columnar cells، وحتى أقدر أسميها ستريتم جيرميناتيفم، ستريتم جيرميناتيفم، لأن لاحظوا هاي الخلايا يصير بها mitotic division وتضيف للخلايا جديدة على السوبرفيشال سيلز أو السوبرفيشال لاير. هذه الإبيثيليا بطبقاتها الخمسة تتكون من two type of the cells، تتكون من two type of the cells. الـ first type أسميها الكيراتوجينيك سيلز، كيراتوجينيك سيلز واللي هسه عددتها كلها، الكيراتوجينيك سيلز واللي هسه عددتها، يعني البيزاليس، السباينوزم، الجرانيولوزم، اللوسيدم والكورنيا، كلها نسميها الكيراتوجينيك سيلز، اللي مسؤولة عن synthesis of the keratin، مسؤولة عن تكوين طبقة الكيراتين اللي هي على superficial layer. أعددها البيزاليس واللي تكون one layer of cuboidal cells، spinosum واللي تكون several layers of polygonal cells connect to each other by desmosomes, ton of elements، الجرانيولوزم واللي بيها الكيراتو هيلين جرانيولز، اللوسيدم واللي هي تكون translucent layer لوجود الانيلين، والكورنيوم واللي تكون dead cells وننيوكليتد وفيلد وذ ذا كيراتين. هذه الفايف لاير اسميها الكيراتوجينيك لاير، كيراتوجينيك سيلز. النوع الثاني اللي هي ما لها شغله بالكيراتين او سينثيسيس اوف ذا كيراتين، لها موجوده صح بالابيديرم، موجوده بالابيديرم، بس عملها يختلف عن الكيراتوجينيك سيلز. العمل مالها هنا يختلف من مكان من خليه لاخرى. الأولى اللي هي مثلاً الميلانوسايت، الميلانوسايت، ميلانوسايت من اسمها تحتوي لي على الميلانين جرانيولز، والسيلز أو البادي أوف ذا سيلز بريزنس وذن ذا أمونج ذا ستريتم بيزاليس، بين الخلايا أو أمونج ذا سيلز أوف ستريتم بيزاليس، هاي نسميها الميلانوسايت، الميلانوسايت. وإذا هنا مسؤولة عن الـ synthesis of the melanin أو موجودة بها الميلانين جرانيولز. طبعا عددها يختلف هنا على حسب الأشخاص، هنا حسب التعرض لأشعة الشمس. هاي الميلانوسايت الـ body of the cells موجود مع البيزاليس، موجود مع البيزاليس، بس بيها سايتوبلازميك بروسيسز تمتد وقد تصل الى الجرانيولوزم واللوسيدم، بيها سايتوبلازميك بروسيسز قد تصل الى الجرانيولوزم واللوسيدم، بس كخليه او كسوما اوف ذا سيلز والنيوكليوس مالتها موجوده مع الستريتم بيزالس. النوع الثاني من الخلايا اللي هي اسميها الميركل سيلز، الميركل سيلز، وهذه ذكرناها بالاسبوع الماضي، الميركل سيلز. اخذنا الافرنت نيرف اندينج، قلنا عندنا فري نيرف اندينج موجوده بالابيثيليا، فري نيرف اندينج بالابيثيليا، وهاي الفري نيرف اندينج لها علاقه مع خلايا وظيفتها سنسيشن، وظيفتها سنسيشن، هاي الخليه اللي وظيفتها سنسيشن هي الميركل سيلز، هي الميركل سيلز، واللي موجودة كذلك مع البيزاليس. النوع الثالث من الخلايا هي لانجرهانز سيل، لانجرهانز سيل، هاي لانجرهانز سيلز لاحظوها أكثر شيء موجودة between among the cells of stratum spinosum، بين خلايا stratum و spinosum،
وميزوها عن الخلايا اللي الستريتم سباينوزوم بأنه تكون ما مرتبطة بتونو فيلمنت مع الخلايا المجاورة إلها، ما مرتبطة بالديزموزومز مع الخلايا المجاورة إلها، تكون فري. واللي طبعا هنا وظيفتها الفاجوسايتوسيس، وظيفتها الفاجوسايتوسيس، وتذكرون بالعام الماضي من أخذنا المونونيوكليتيد سيلز، ذكرنا خلية من النوع الماكروفاج اللي موجودة بالسكن أو بالإبيديرم أوف ذا سكن، إيش سميناها؟ تذكرون؟ هانجر هانز دكتور. لانجرهانس سيلز، هسه احكي عليها اصلا، لانجرهانس سيلز. فاذا لانجرهانس سيلز هي خلايا موجوده بين ستريتم سباينوزم، ما مرتبطه مع الخلايا المجاوره الها بالديزموزومز، فلذلك ممكن مفرقه عن باقي الخلايا. وظيفتها الفاجوسايتوسيس هي اذا هي نوع من الماكروفيج، نوع الماكروفيج اللي موجوده بالابيديرم اوف ذا سكن هي اللانجرهانس سيلز. هذه ثلاث انواع من الخلايا نسميها نون كيراتوجينيك سيلز، ما لها علاقه بالسينثيسيس اوف ذا كيراتين. نون كيراتوجينيك سيلز اللي هي الميلانوسايت اند الكلوريشن اوف ذا سكن، الميركل سيلز اند سنسيشن، بالاضافه الى اللانجرهانس سيلز واللي هي لها علاقه بالفاجوسايتوسيس. طبعا هنا تختلف اللايرز، قلنا باختلاف الاريا، تختلف اللايرز باختلاف الاريا، واختلاف الاريا طبعا باختلاف الكيراتين، اختلاف طبقة الكيراتين. فكل ما كانت طبقات الكيراتين هواية كل ما كانت الخلايا تيبيكال موجودة. بمعنى اخر اقدر اقول بالثيك سكن اللي هي بالبالم اند سول راح تتواجد الفايف لايرز اللي هي البيزالس والسباينوزم والجرانيولوزم واللوسيدم والكورنيوم، تيبيكالي موجوده بالثيك سكن. بينما تبدي هنا تنفقد اللوسيدم وعلى حدها الجرانيولوزم بالثن سكن، تبدي تنفقد اللوسيدم والجرانيولوزم بالثن سكن، طبقه الكيراتين تكون قليله والسباينوزم تكون كذلك قليلة، والبيزاليس هي واضحة، هي ثابتة، هي one layer بكل المكانات. البيزاليس one layer، السباينوزم قليلة، تنفقد قلنا بالبداية اللوسيدم وبعدين الجرانيولوزم، والكورنيوم تكون قليلة، هاي بالثن سكن، هذه بالثن سكن. فتيبيكالي الفايف لايرز اوف كيراتوجينيك سيلز موجودة بالثيك سكن، وتنفقد قلنا اللوسيدم والجرانيولوزم مع تغيير الاريا، يعني قد تكون بالباك، بالباك طبعا بالظهر تكون السكن اكثر ثيكنس من التشيست، فلذلك قد تتواجد بالجرانيولوزم، قد تتواجد بالجرانيولوزم بس يجوز ما موجوده اللوسيدم، وفي مكانات يجوز موجوده اللوسيدم. بالتشيست لا، بالتشيست يعني هنا خاصه بالمناطق اللي موجوده بها هير، بالسكالب، بالفروة الشعر، هنا تنفقد اللوسيدم وتنفقد حتى الجرانيولوزم، يعني موجودة فقط thin layer of كيراتين، few layers of spinosum و one layer of basalis. وهذا الاختلاف بين الثين سكن والثيك سكن. أما الخلايا اللي هي non keratogenic cells اللي هي الميلانوسايت الميركل سيلز بالإضافة إلى لانجرهانس سيلز، فهي متواجدة بين اللايرز، موجودة بين اللايرز. بالبيزاليس موجودة عندنا الميلانوسايت والميركل سيلز، وبالسباينوزم تتواجد عندي أكثر شيء عندي الأنجرهانز سيلز، وكل واحدة هي وظيفتها. إذا هنا هسه عندي نان كيراتوجينيك سيلز والكيراتوجينيك سيلز. النان كيراتوجينيك سيلز بالإبيديرم بيزاليس والسباينوزم والجرانيولوزم واللوسيدام والكورنيوم، والنون كيراتوجينيك اللي هي الميلانوسايت بالاضافه الى اللانجرهانس سيلز اذا كانت بين السباينوزم، والميركل سيلز كذلك مع البيزاليس. طبعا هنا كميه الكيراتوجينيك سيلز هي اكثر من 90%، كيراتونا سايت اكثر من 90%، واللي هي قلنا عليها البيزاليس والسباينوزم جرانيولوزم لوسيدم اند كورنيوم.
واللي هي تعتبر البروتكتيف لاير والووتر بروف. كذلك عندي النيل الهير جزء من الكورنيا. ان الميلانوسايت تمثل تقريبا 8% من الخلايا، الميركل سيلز فيري فيو، وكذلك اللانجرهانز سيلز اللي هي تعتبر الاميون ديفنس سيلز. الميركل قلنا هي عباره عن لها علاقه مع سنسيشن اوف ذا سكن. هذه الصوره موضحه وليس عندنا. شوفوا هنا هذه البيزاليس واللي تظهر لي مايتوتيك ديفيجن مثل ما شفناه قبل شويه، واللي هي تعتبر جينات بلاير. مع البيزاليس عندي الميلانوسايت واللي تتواجد بها سايتوبلازميك بروسيسز قد تصل الى السباينوزا. معها كذلك عندي الميركل سيلز اللي هي السنسوري سيلز. لانجرهانز موجوده بين السباينوزا. الطبقه الرابعه اللي هي الثالثه اللي هي ستريتم جرانيلوزم واللي قلنا بها الكيراتوهايلين. الرابعه اللي هي اللي موجود بها الانيلين واللي هي ستريتم لوسيدام. واخر شيء عندي ستريتم كورنيام، وهذه ستريتم كورنيام قلنا تختلف من مكان الاخر وحتى من شخص الاخر يعني هسه ستريتم كورنيام بالهابي وركر مان، يعني ذول الاشخاص اللي يعملون مثلا جهد دائما خاصه بالايد، يستخدم مثلا الكرك والقزمه او الفلاح مثلا، دائما تشوفه يعني دائما يقشر بايده. يعني شنو معناته يقشر بايده؟ معناته ده يشيل طبقه من طبقات شنو كورنيام، يشيل طبقه من طبقات الكورنيام اللي هي دائما متجدده طبعا. لذلك هنا تكون فيري ثيك لاير حتى تسوي لي بروتكت، تكون فيري ثيك خاصة بالهيفي وركر. يعني شوف ايده كل لما تكون رف وتكون بها ثيكنينج بالطبقة الابيديرم. هذه كبروتكتيف لاير انا اقول تختلف من شخص لشخص وحتى بين الميل والفيميل تختلف. يعني هنا هذه الطبقات according to the activity او ال working of the person. لاحظوا هنا أول طبقة هنا البيزاليس، ثاني طبقة طبعا البيزاليس هي one layer فقط، one layer of cuboidal columnar cells. spinosum several layers of polygonal cells. وإذا شفنا بيناتهم خلايا شو نسميها؟ لانجرهانز دكتور. لانجرهانز cells. ستريتم جرانيولوزم قلنا بيها بيزوفيليك جرانيولز اللي تحتوينا على الكيراتوهيالين. هاي الترانسلوسنت لاير ستريتام لوسيدام وهذه ستريتام كورنيوم. شوف هنا بالنسبه للابيديرم دائما البيزمنت ممبرين اوف ذا ابيديرم يكون irregular، اذا كان بالثن سكن واذا كان بالثيك سكن يكون irregular او ويفي. ليش يكون irregular؟ هذه احنا اخذناها. ليش يكون البيزمنت ممبرين وخاصة بالستراتيفايد ابيثيليا، خاصة بالستراتيفايد ابيثيليا دائما يكون البيزمنت ممبرين الريجولار؟ ليش؟ ان انا حد يعرف يقول لي ليش؟ لان الابيثيليا افاز بالنيوتروسل. عافية، لان الابيثيليا افاسكولار. الابيثيليا كلها هنا من البيزاليس الى نهايه الكورنيا وتكون افاسكولار. فوجود هذه البروجكت من الديرم، وجود بروجكت من الديرم، اذا هذه عندي طبقه الديرم يسوي لي بروجكت داخل الابيثيليا، يدخل داخل الابيثيليا هذا البروجكت. شو اسمي هذا البروجكت؟ تعرفون اسمه؟ ديرمال بابيلي. عافيه، ديرمال بابيلي. نسمي ديرمال فاذاكريه وذكرناه بالاسبوع الماضي، نسميه ديرمال بابيلي، نسميه ديرمال بابيلي. بروجكت فروم ذا ديرمز، بروجكت فروم ذا ديرمز ويذن ذا ابيثيليا او ويذن ذا ابيديرم. يحتوي لي على نفس مكونات الديرم، يعني لوس كونكتيف تيشو، وبي حتى يوصل لي هنا البلاد كابيلاريز الى اقرب مكان للابيثيليا. يعني لو كان هنا ستريت الابيديرم ما كان يتواجد هنا بلاد كابيلاريز قريبه على السيرفس، قريب
بعد فإذا هنا أنا هذه البروجكت أسميها ديرمال بابيلي، وهنا أنا carry the blood capillaries to near to the surface of the epidermis. إذا هنا أنا دائما البيزمنت ممبرين الريجولار، ويتواجد هنا لوجود الديرمال بابيلي، لوجود الديرمال بابيلي to carry the blood capillaries near أو beside the epidermal cells. هاي واحدة. اثنين، كذلك تحتوي لي على نيرف اندينج داخل هذا البابيلي، داخل هاي البابيلي تحتوي لي على نيرف اندينج. ايش سميتها بالاسبوع الماضي النيرف اندينج اللي موجودة هنا؟ مزنرز كورباسلز. المزنرز سميناها المزنرز كورباسلز، او سميناها التاتش كورباسلز. سميناها التاتش كورباسلز، وقلنا عليها موجوده بالسوبرفيشال لاير اوف ذا سكن. سوبرفيشال لاير اوف ذا سكن، احنا بعد ما وصلنا للديب بعدنا بالابيثيليا. فاذا هاي الديرمال باب اللي هي من ضمن الطبقات الديرم، بس هي بروجكت داخل الابيثيليا، بروجكت داخل الابيثيليا. اذا هنا البيزمنت ممبرين والابيثيليا بالثيك سكن وبالثن سكن، البيزال سباينوزم جرانيولوزم لوسيدم اند كورنيوم. وهنا قلنا اذا تواجدت نيرف اندينج وتكون انكابسوليتد نيرف اندينج وتكون سبايرال شيب، واللي سميتها تاتش كوربسلز او سميناها المزنرز كوربسلز. نعم، هذا سكشن بالسكن، هذه طبقه الابيديرم، هاي طبقة الإبيديرم، وهاي طبقة الديرمس، وهاي طبقة الديرمس، وهاي طبقة الهايبوديرم، هاي طبقة الهايبوديرم أو سميها الهايب سبكيوتينيوس لاير. إذا هنا أباوع نجي على طبقة الديرم، أخذنا الإبيديرم نجي على طبقة الديرم. الديرمس قلنا هي عبارة عن دينس الريجولار كونكتيف تيشو، دينس الريجولار كونكتيف تيشو. هذا الدنس ايرجولار كونكتيف تيشيو يحتوي لي على البيزلز اللي هي جيفن نيوتريشن للسكين ككل، وحتى للابيديرم، وحتى للابيديرم. يختلف تواجد هنا الستراكشرز اللي موجود بها اكوردنج تو ذا اريا، وحتى اكوردنج تو ذا تايب اوف ذا سكين. فبالثيك سكين، ثيك سكين اللي موجود بالبالم والسول، ما يتواجد عندي الهير فوليكلز، ما يتواجد عندي الهير فوليكلز. والهير فوليكلز بالهيومان دائما تتواجد معها جلاند تصب لي بالابر ثيرد اوف ذا هير فوليكل. جلاند السكريشن مالتها ليد تو ذا هير فوليكل. هاي الجلاند اسميها سبيشيس جلاند. فاذا ما تواجدت الهير فوليكلز بالتاكيد ما راح تتواجد السبيشيس جلاند. السبيشيس جلاند والهير فوليكلز كذلك لها علاقه سموث مسل فايبرز. هاي السموث مسل فايبرز لها علاقه بالسكويزنج اوف ذا سيبم من السبيشيس جلاند. هاي السموث مسل فايبرز اسميها الاركتور بيلي مسل. فاذا هنا الهير فوليكلز والسبيشيس جلاند والإركتر بيلي مصل تتواجد مع بعض، تتواجد مع بعض. فإذا كان ثن سكن واللي هو موجود أمامنا، ثن سكن اللي موجود أمامنا يعني بمعنى آخر هيري سكن، بمعنى آخر موجود بي هير فوليكلز، موجود بي سبيشيس جلاند، موجود بي إركتر بيلي مصل، يتواجد مع دولة عندنا السويت جلاند. السويت جلاند هاي بالثن سكن. اما بالثيك سكن فهنا ابسنس اوف، طبعا هنا الثيك سكن انا اعرفه من الابيثيليا اللي تكون كيراتينايز ريتيفايس كوامس ابيثيليوم فيري ثيك كيراتينايز فيري ثيك. ما موجود عندي هنا الهير فوليكلز ولا السبيشيس جلاند ولا الريتور بيلي مسل، بس يتواجد عندي هنا شنو؟ يتواجد عندي السويت جلاند. فاذا السويت جلاند هي موجوده بكل مكانات السكن اذا كانت ثيك سكن واذا كانت ان سكن. طبعا البلاد فيزلز بالتاكيد موجوده مع الثن سكن وكذلك بالثيك سكن. النيرف اندينج اللي اخذناه بالاسبوع الماضي اللي تكون بالسوبرفيشال لاير اوف ذا سكن واللي موجوده داخل الديرمال بابيلي، سميناها قبل شويه زميلكم سماها المزنر كوربسلز او التاتش كوربسلز، وهذه وظيفتها سنسيشن بالتاتش، للتاتش فقط. بينما عندي اللي تشبه الكروس سكشن بالانيو اونيون
او بصلايه مقطوعه مستعرضه وموجوده بالديب لاير اوف ذا سكن، ديب لاير اوف ذا سكن، ومسؤوله عن الديب بريشر. ديب بريشر يعني من نضغط بالسكن حتى نوصلها، واللي مسؤوله عن الالم اللي موجود من ينضغط بالسكن. هذه اسميها الباسينيان كوربسل، اسميها الباسينيان كوربسل، واللي ستراكشر مالتها تكون بها اكسنتريك لايرز اوف لوس كونكتيف تيشو، وكذلك تكون انكابسوليتد، والبلب اوف ذا نيرف اندينج موجود بالوسط مال هذا ستراكشر. اذا هنا هسه عرفنا شنو تركيبه الديرمز. فاذا الديرمز هي عباره عن دنس irregular connective tissue occupy the blood vessels والسويت جلاند بكل مكانات الجسم، وبالثن سكين نضيف إضافة إلى البلد فيزلز والسويت جلاند نضيف لها هير فوليكل وإركتور بيلي مصل إضافة إلى السيبيشيوس جلاند. هذا بالنسبة لطبقة الديرم. نفس الحكي اللي حكيته قبل شويه، هذه الاركتور بيلي مسل، هذه السبيشيس جلاند، وهذه سويت جلاند. لاحظوا هنا بالنسبه للسويت جلاند والسبيشيس جلاند، السويت جلاند احنا واصفيها العامل الماضي. من يقدر يوصف لي اياها العامل الماضي للسويت جلاند؟ طلاب دكتور يعني قصدك من ناحيه نوع الافراز اذا كان ميروكراين او ابيكراين او بس شكلها بالجلاند، مورفولوجي اوف ذيس جلاند. هذا اشركم عليها سمبل تيوبولار كويلد، صح لو لا؟ سمبل تيوبولار وكويلد جلاند. واضحة ولا مو واضحة؟ simple tubular coiled gland lead its secretion to the surface directly. lead its secretion to the surface. وصل لي secretion مباشرة إلى surface. يعني الدكت مالتها ترتبط مع الإبيديرم، مع الابيدر. السيبيشيس جلاند هم واصفيها العام احنا، بس ما اعرف يعني تتذكرون او ما تتذكرون ايش قلنا عليها. قلنا عليها عباره عن هولوكراين سمبل، هذه المود اوف سيكريشن سمبل اسينر. اذا هذه سمبل تيوبولار، هذه تكون سمبل اسينر جلاند. سمبل اسينر جلاند السكريشن مالتها هنا مو للسيرفيس، وانما يروح الى الهير فوليكلز بالابر ثيرد اوف ذا هير فوليكلز. يعني لو اقسم الهير فوليكل الى ثلاث اجزاء، هذا الجزء العلوي وهذا الجزء الوسطي وهذا الجزء السفلي، السبيشيس جلاند الدكت مالتها تؤدي لي الى السيرفيس ثيرد اوف ذا هير فوليكل. طبعا هنا ارتباط، هنا طبعا تختلف هنا السكريشن شلون يخرج بالنسبه للسبيشيس جلاند، بالنسبه للسويت جلاند يختلف according to the structure of the gland وكذلك الميكانيك ميكانيزم للسكريشن. فبالنسبه للسبيشيس جلاند دائما يرتبط تواجد السبيشيس جلاند والهير فوليكلز مع سموث مسل فايبر. هاي السموث مسل فايبر تربط لي الهير فوليكل مع الابيديرم. سموث مسل فايبر تربط الهير فوليكل مع الابيديرم. فلذلك هنا السويت سبيشيس جلاند راح تكون within the triangle between هير فوليكل من جهه، الابيديرم من جهه ثانيه، والاركتور بيلي مسل من الجهه الثالثه. سبيشيس جلاند within the triangle between the epiderm الركتور بيلي مسل والهير فوليكل.
within the upper third of the hair follicle. فلذلك هنا بعض الأحيان البرد الشديد، الخوف، شو يسوي لي خوف؟ يعني شخص يعني بال 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 بالليل وظلمة وسمع صوت وطلع، طلعت له بزونة فارة، ايش راح يصير بشعره؟ إيركشن. يوقف الشعر، صح ولا لا؟ عافية، راح يصير به إيركشن لل لل للهير. شنو اللي سوى هذا؟ هي نتيجة الكونتراكشن اللي صار بالسموث مسل فايبر، فلذلك يسموها إيركتور بيلي مسل. إيركتور بيلي مسل. فهنا أنا الكونتراكشن بالسموث مسل فايبرز راح يقلل لي الدايمتر بالتراينجل ويضغط يسوي بريشر على السبيشيس جلاند ويخرج لي سكويز ذا سيبم تو ذا اوتسايد ليخرج مع الهير فوليكلز، يخرج مع الهير فوليكل. بالنسبه للسكريشن بالنسبه للسويت جلاند، لا السكريشن بالسويت جلاند هنا مرتبط مع خلايا سميناها المايو ابيثيليال سيلز. خلايا هنا موجوده مع الابيثيليا اللي هي سكريتوري ابيثيليا بالجلاند، موجوده خلايا نسميها المايو ابيثيليال سيلز، وهي عباره عن ابيثيليا تعمل عمل مسلز. ليش تعمل عمل مسلز؟ لانها تحتوي لي على الاكتين والمايوسين بروتين اللي هي كونتراكتايل بروتين، فلذلك هنا عمل المايو ابيثيليال سيلز هي اللي راح تسوي سكويزنج للدكت ويخرج عن طريق الدكت او سكريشن للسكريتوري بار ويخرج السكريشن عن طريق الدكت دايركتلي تو ذا سيرفيس. من اوصف السويت جلاند سمبل تيوبولار وتكون كويلد بال اند اوف ذا جلاند او ديستال اند اوف ذا جلاند، بينما السوبرفيشال بارت اوف ذا جلاند اللي موجود بها الدكت تكون هنا سمبل تيوبولار بارت وكونكت to the surface directly. هذا الحكي اللي هسه حكيته كله واضح لنا simple tubular وتكون coiled بالdistal part، بينما بالنسبه لل sebaceous gland تكون acinar او simple acinar branch. simple acinar اذا كانت one acini او simple acinar branch with secretion to the hair follicles at the upper third of the hair follicle. شوف الهير فوليكل، نبدي بالهير فوليكل. الهير فوليكل شنو هير فوليكل؟ الهير فوليكل هي invagination from the epithelia. invagination يصير بمن؟ بالابيثيليا. هاي الابيثيليا مال السكن، هاي ستريتم بيزاليس وهاي السباينوزم وهاي الجرانيلوزم وهذه الكورنيا. يصير انفاجينيشن بالابيثيليا، هذا الانفاجينيشن اوف ابيثيليا يمتد الى الداخل ويكون بشكل بالب نسميه بالب اوف ذا هير فوليكل، نسميه بالب اوف ذا هير فوليكل. هذا الانفاجينيشن اسميه الهير فوليكل، واللي طبعا الهير تتكون من جزئين. الجزء الاول اللي يكون للخارج، للخارج الجسم الموجود خارج الجسم، هذا اللي معرض للقص دائما، الجزء اللي موجود خارج الجسم واللي معرض للقص اسميه شيفت اوف ذا هير، اسميه شيفت اوف ذا هير. الشيفت اوف ذا هير موجود داخل الروتس اوف ذا هير، او الشعرايه اللي موجود داخل الجسم موجوده بداخل ما نسميه الروت اوف ذا هير. اذا هذا عندنا جزئين من الشعرايه، الجزء الاول اللي هو خارج الجسم اسميه شيفت، والجزء الثاني اللي موجود داخل الجسم اسميه الروت اوف ذا هير. والروت اوف ذا هير تمتد بالهير بالوسط ومحاطه ب 3 لايرز اللي هي انر روت شيث والاوتر روت شيث وشيث اوف كونكتيف تيشو. اذا الهير فوليكل او الهير تتكون من جزئين، جزء اللي خارج الجسم
تسمي شيفت اوف ذا هير، واللي هو يتكون من مدلة وكيوتيكل، مدلة بالوسط وكيوتيكل للخارج. هذه الشيفت اوف ذا هير امتداده بالداخل، امتداده بالداخل يكون محاط ب 3 شيتس. هاي ال 3 شيتس اسميها الهير فوليكل، اسميها الهير فوليكل. الهير فوليكل اللي تحيط لي الهير، طبعا الهير هم بالداخل مكونه من نفس التركيب الموجود بالخارج اللي هي المدلة والكيوتيكل. المدلة والكيوتيكل تحاط ب inner ridge root sheath والاوتر root sheath وsheath of connective tissue وsheath of connective tissue. هاي الثلاث 3 sheets اسميها الهير فوليكل. نهاية الهير فوليكل الى الداخل تكون expand area، expand area اسميها الهير بالب، اسميها الهير بالب. والهير بالب موجود بيها بالديستال بارت invagination، يحتوي لي على خلايا appear mitotic division. هذه الخلايا اللي appear mitotic division اسميها matrix of the hair، matrix of the hair. والmatrix of the hair هي اللي راح تضيف لي new cells تنضاف الى الهير من الاسفل. فلذلك هنا بإضافة الخلايا للاسفل ايش راح يصير بالشعراية؟ راح تمتد الى الاعلى، تمتد الى الاعلى. لذلك احنا دائما من نقص الشعرايه من السيرفس بعد فتره راح يصير بها لينث، زياده باللينث او تطلع بعد اكثر. هاي الاضافات منين اجت؟ اجت من الماتريكس اللي موجوده داخل الهير بالب، موجوده داخل الهير بالب. الهير بالب موجوده بالديب لاير اوف ذا سكن، هذه الهير بالب موجوده بالديب لاير اوف ذا سكن وقد تصل الى طبقه الهايبوديرم، وقد تصل الى طبقه الهايبوديرم. وأني وصفت الهايبوديرم هي عبارة عن أديبوز كونكتيف تيشو، أديبوز كونكتيف تيشو. expand area موجود بوسطها cells appear mitotic division، هاي cells أو هاي المكان نسميه matrix of the hair، matrix of the hair. هذه اللي للسيرفيس طبعا هنا اللي بالوسط اللي هي عبارة عن الهير واللي مكونة من مدلة وكورتيك كيوتيكل والانر روت شيث والاكسترنال روت شيث وشيث اوف كونكتيف تيشو، شيث اوف كونكتيف تيشو. هذا سكشن بالابيديرم. من يقدر يقول لي هذا ثن سكن لو تك سكن؟ ثن سكن، ثن سكن باعتبار طبقه الكورنيام قليله، صح لو لا؟ باعتبار طبقه الكورنيام قليله، فإذن هذا عبارة عن thin skin. thin skin يتكون من basalis، هذه أول طبقة على البيزمنت ممبرين، basalis، وطبقتين أو ثلاثة من الاسبينوزم أو أربع طبقات من الاسبينوزم، والجرانيولوزم. لاحظوا الجرانيولوزم، يعني بهالمكان هنا موجودة جرانيولوزم بس هنا ما موجودة، يعني تختلف من مكان الآخر بس تكون موجودة بسيفرال لاير. وين؟ بالthick skin، موجودة بسيبر اللاير بالثيك سكن. وتم أول ما تختفي اللوسيدام وبعد ذلك الجرانيولوزم. فلذلك هنا الثين سكن يتكون من 3 لايرز إن كومان، بيزاليس والسباينوزم بالإضافة إلى الكورنيوم. خاصة بالباك بعض المكانات تتواجد بها عدد قليل من اللاير أوف جرانيولوزم، عدد قليل من لايرز أوف جرانيولوزم. البيزاليس كيوبويدال كوليومينر سيلز، البوليجونال سيلز للسباينوزم، كيراتين كيراتوهيلين جرانيولز اللي هي بيزوفيليك جرانيولز موجوده بالجرانيولوزم، اما اللوسيدام فتكون نون نيوكليتيد فلاتن سيلز فيلد وذ كيراتين. هذا ثين لوثيك سكن بالتاكيد، ثيك سكن بالتاكيد، ثيك سكن. شوفوا طبقه الكيراتين بعدها ممتده للاعلى، يعني من هنا او من هنا، من هنا هذه الطبقه كلها الى الاعلى هي طبقه الكيراتين. الثيك سكن الابيديرم يتكون من 5 لايرز، اول طبقه اللي هي البيزاليس واللاير اوف كيوبويد اوف كوليومينر سيلز، عده طبقات من البوليجونال سيلز سباينوزم، 2 1
3-4 layers to 5 layers of cells appear granulated with presence of keratohyaline granules, SMA stratum granulosum. Layer of cells, translucent cells, موجود بها الانيلين اسميها stratum lucid. اما هذه باقي الخلايا او طبق باقي الطبقات كلها تكون non-nucleated cells flat filled with keratin اسميها stratum corneum. stratum corneum هذا الفرق بين thin skin و thick skin. من يقدر يقول لي هاي الخلية شنو؟ هاي اللي عليها المؤشر Langerhans. Langerhans. عافية عليك. Langerhans cells. من يقدر يسمي لي هاي الطبقة؟ من يقدر يسمي لي اياها هذه الطبقة نفسها؟ Granulosa. الستراتم Granulosa. لا هذه بقى هاي اللي ملاصقة هاي الكونكتف تيشو اللي ملاصقة للكونكتف تيشو. بيزالس. وتكون نعم بيزالس عافية. وهذه الطبقات كلها المن للسباينوزم. هاي الطبقات كلها للسباينوزم واللي تكون مرتبطة تشوفون هذه مع بعض بواسطة ديزموزومز أو هذه ما تسمى بالتونر فيلمنت. هذه سيلز أوف ستريتم سباينوزم. هذا horizontal section مو vertical section بالسكن. من يقدر يقول لي هاي بالديب لاير للسكن لو بالسوبرفيشال لاير للسكن؟ ديب لاير. ديب لاير. ديب لاير. بالديب لاير of the derms لو of epiderm. derms. derms. عافية عافية. بالديب لاير of the derms. ليش قلنا هذا بالديب لاير؟ من يقدر ينطيني في ملاحظتين؟ ليش ترى السويت جلاند موجوده؟ موجوده السكريتوري بارت اوف السويت جلاند. موجوده السكريتوري بارت اوف السويت جلاند. بعد شنو النقطه الثانيه المهمه موجوده هنا؟ بلود فيزلز. عافيه. وجود الباسينيوم كوربسلز واللي قلنا موجوده بالديب لاير اوف ذا سكن. اذا هنا هذا مقطع بالديب لاير بالديرمز. هنا transverse section وليس vertical section على السكن أو horizontal section بالسكن في deep layer of the derms لوجود هنا وال يعني diagnostic area أو diagnostic point هنا وجود الباسينيوم كوربسلز اللي قلنا دائما توجد في deep layer of the skin. وجود السكريتري part of the sweat gland اللي هي قلنا موجودة بشكل coiled بال deep layer of the skin بشكل coiled. ليش هنا قلنا كويلد او ليش وصفناها كويلد؟ اول شيء احنا شو وصفناها؟ تيوبيلر صح لو لا؟ تيوبيلر. هذه تيوبيلر ما دام اكو لومن بالوسط اذا هي تيوبيلر. من وصفناها كويلد هنا لاحظوا هنا تلتف مع بعض فلذلك هنا دائما يطلع السكشنز قريبه عن بعض. السكشنز قريبه عن بعض لان ملفوفه مع بعض. بناخذ بها سكشن راح نلاحظ عدد من السكشنز او كروس سكشنز او الاوبليك سكشنز. اوبليك سكشنز او كروس. طبعا هنا هذه مقطع وهذا مقطع اثنينات السويت جلاند بس هذا يختلف عن هذا صح لو لا؟ هذا بيل ستينينج لو دارك. بيل. هذا بيل لو دارك ستينينج بيل بينما هذا دارك. اللي تكون نارو والدارك ستيند واللي تكون لايند باي ستراتيفايد كيوبويدال ابيثيليا هذه هي عباره عن الدكت اوف سويت جلاند. دكت اوف سويت جلاند. بينما اللي تكون وايد عريضه وتكون لايت ستيند هذه عباره عن السكريتوري بارت اوف سويت جلاند. هيدا السويت جلاند هي عبارة عن simple tubular coiled gland. السكريشن طبعا يطلع بواسطة الدك دولة يعني بالسوبرفيشال لاير للديرم ما راح اشوف السكريتري بارت اشوف فقط الدكت. السوبرفيشال لاير اشوف فقط الدكت واللي تكون lined by stratified cuboidal epithelia بينما السكريتري يونت تكون صح وايد
بالديامتر lightly stained lined by simple cuboidal epithelia of light and dark cells and myoepithelia myoepithelial cells. هذا شنو السكشن؟ hypocinian corpuscles او نقدر نسميها deep pressure corpuscles. هاي thin skin لو thick skin thin skin. شوفوا هنا أنا طبقة الديرمز أقدر أميزها إلى جزئين. الجزء الأول اللي موجودة مع قسم من عدد داخل الإبيثيليا واللي سميتها ديرمال بابيلي، هذا الجزء أسميه بابيلاري لاير أوف ذا سكين، بابيلاري لاير أوف ذا سكين. أما باقي الطبقات اللي هي تكون دينس إيرجولار كونكتيف تيشو فأسميها ريتيكولار لاير أوف ذا ديرمز. هذا بيا مكان بالبابيلاري لاير أو بالريتيكولار لاير؟ بالبابيلاري. هذا ستراكشر شو اسميه بالبابيلار لاير؟ زين تاتش كوربسس. زين هسه من يقدر من طالب يسمي لي طالب اريد يسمي لي المسميات حاليا نيم ذا ستراكشر ات ذا اند اوف ذا بوينتر البيزالس بيزالس نيم ذا ستراكشر ات ذا اند اوف ذا بوينتر ميركل سيل كلها هذه ستريتم هذه كلها ستريتم سباينوزم سباينوزم هذه اللايرز هذه 2 3 4 2 3 لايرز ستريتم وموجود بها جرانيولوزم هذه الترانسلوسنت ستريتم لوسيدم لوسيدم واللي فوقها كلها من هنا الى الاعلى كلها ستريتم كورنيا. هذه ماخذها سابقا وقلنا هي عباره عن التاتش كوربسلز او ميزنرز كوربسلز اللي تكون داخل ديرمال بابيلي. لاحظوا هنا نيم ذا ستراكشر خلي بس قبل لا احكي نيم ذا ستراكشر بابيلاري لاير بابيلاري لاير عفي عليك Name the structure, stratum. Basalis. Basalis. Name the structure. Spinoza. Spinoza. Name. Granulosa. Granulosa. وهاي كورنيام. هاي اللي واضح هنا عندي. زين. Name the structure. Derm. نعم. Duct of sweat gland. Duct of sweat gland. Duct of. سويت جلاند لاحظوا هنا من اقول هنا السويت جلاند سمبل تيوبولار وكويلد بالديستال بارت سمبل تيوبولار وكويلد بالديستال بارت هنا وان تيوب ليش لانه دكت بس الديستال بارت يكون كويلد فلذلك لاحظنا عدد من التيوبولار ستراكشرز مع بعض وتكون لايتلي ستيند بينما بالدكت تكون داركلي ستيند والدارك ليستيند هنا لكونها ستراتيفايد ابيثيليا كونها ستراتيفايد ابيثيليا ونارو لومن وتكون نارو حتى الدكت تكون نارو وين كومبير ويا من ويا السكريتري بارت اللي تكون دارك لايت ليستيند لايند باي لايت اند دارك سيلز بالاضافه الى المايو ابيثيليال سيلز فاذا هنا هذا تابع للسكريتري بارت وهذا تابع للدكت اوف سويت جلاند فاذا السويت جلاند سمبل تيوبولار جلاند المود اوف سكريشن طبعا هنا السكريشن نتيجه الكونتراكشن اللي راح يصير بالمايو ابيثيليال سيلز هاي حول التيوب اكو عندي خلايا اسميها الباسكيت سيل او المايو ابيثيليال سيلز واللي تحتوي على اكتين والمايوسين جرانيو بروتين واللي يصير بها كونتراكشن ريلاكسيشن فتسوي سكويزنج للسكريشن ويخرج من السيلز الى اللومن الى الاوتسايد الى السيرفيس المود اوف سكريشن هنا المود اوف سكريشن او طريقه السكريشن بالسويت جلاند احنا ماخذيها بالمرحله الاولى اللي هي از ميروكراين وكذلك عندنا الابوكراين سكريشن صح لو لا بالسويت جلاند
صحيح دكتور. صحيح. فإذا بالسويت جلاند عندنا نوعين من السويت جلاند. النوع الأول اللي هو الميروكراين سويت جلاند. ميروكراين سويت جلاند. والنوع الثاني اللي هي الأبوكراين. الأبوكراين سويت جلاند. According to the mode of secretion. اللي موجودة بالكل أجزاء الجسم. منتشرة بالسكالب. كل مكانات الجسم من نوع الميروكراين سويت جلاند. من نوع الميروكراين بالفيس. من نوع الميروكراين سويت جلاند. عدا المكانات اللي تكون هايلي سويتد اريا. هايلي سويتد اريا. وخاصة مكان الأكزيلا. مكان الأكزيلا. ومكان اللي هو البيوبس ريجين. والانجوينال ريجين والميموري ريجين. مكان العانة. مكان الانجوينال ريجين. مكان الاكزيلا. مكان الميموري ريجين. الجلاند اللي هي الميموري جلاند. هاي دائما تكون هايلي سويتد اريا. يعني شخص من يركض. او اول ما يظهر عنده سويتنج. وين اول شيء يظهر عنده سويتنج؟ أكثر شيء بالأكزيلا، بالميموري ريجين، بالإنجوينال ريجين، بالبيوبس ريجين. صح لو لا؟ صح لو لا؟ نعم. لأن هاي المكانات تكون هايلي سويتد أريا. هاي المكانات تكون هايلي سويتد أريا. وهذه المكانات ليش هايلي سويتد أريا؟ لأن السكريشن اللي موجود هنا أو نوعية السويت جلاند اللي موجود هنا هي الأبوكراين سويت جلاند. الأبوكراين سويت جلاند. فإذا اللي موجودة منتشرة بالجسم ككل هي النوع الميروكراين سويت جلاند. اللي موجودة بالهايلي سويتد أريا هي الأبوكراين سويت جلاند. هاي أول فرق. الفرق الثاني قلنا إحنا الجلاند اللي هي الميروكراين الموجودة بالجسم ككل كميروكراين جلاند أو ميروكراين سويت جلاند. السكريشن مالتها يطلع بواسطة داكت. وين يروح؟ إلى السيرفس مباشرة. بينما بالمكانات اللي هي بالأبوكراين سويت جلاند لا تؤدي لي إلى الهير فوليكلز. تؤدي بالسكريشن إلى الهير فوليكلز. هاي نوع ثانيا. ثالثا تلاحظون هنا بالأكزيلر ريجين وبالبيوبس ريجين والإنجوينا دائما تظهر هنا الهير فوليكلز. يمتى يظهر؟ يظهر بالبيوبرتي. يظهر بالبيوبرتي. فإذا الأبوكراين سويت جلاند دائما تظهر يمتى؟ at the puberty. at the puberty. الأبوكراين سويت جلاند تظهر at the puberty. الأبوكراين سويت جلاند مرتبطة مع الهير فوليكلز. الأبوكراين سويت جلاند موجودة بالهايلي سويتد اريا. عكس ذلك هي كلها عبارة عن ميروكراين سويت جلاند. نقول هذا السكشن بالثين لوتيك سكين. ثين سكين. زين. هاي النقاط الجوزية. النقاط الجوزية هي شنو هذه؟ الميلانوسايت جرانيولز. الميلانوسايت وين موجودة كخلية؟ موجودة وين؟ بالبيزالس. صح لو لا؟ صحيح. بس بها سيتوبلازميك بروسيسز قد تصل الى السيرفيس. وهذه خاصه بالنيجروسكين. وخاصه بمن؟ بالنيجروسكين. فاذا هذا سكين صح في النسكين بس من نوع النيجروسكين او من اشخاص نيجروسكين واللي هي موجود بها عدد كبير جدا من الميلانوسايت جرانيو ميلانوسايت واللي موجود بها سيتوبلازميك بروسيسز تمتد الى قد تصل الى السيرفيس. فلذلك يظهر هنا darkly epidermal. لاحظوا هذه عبارة عن الميلانوسايت cells بالبيزاليس وهذه الميلانوسايت processes. هذه the processes of the melanocyte. هذه عندي simple tubular coiled gland موجودة بكل مكانات الجسم. موجودة كل مكانات الجسم. هذه عبارة عن ميروكراين سويت جلاند. بس عندي هنا موجودة largely
داكت او لارج داكت لها علاقه مع الهير فوليكلز، الداكت مالتها لها علاقه مع الهير فوليكل، تظهر بالبيوبرتي، هذه الابوكراين سويت جلاند، ومن ضمنها السيريومينال جلاند، من ضمنها السيريومين جلاند. السيبيشيس جلاند، السيبيشيس جلاند عبارة عن سمبل أسينر، إذا ماكو عندي داكت هنا، سمبل أسينر أو ما عندي اللومن سوري. طبعا lead by one duct to the hair follicle مو الى surface to the hair follicle. لو اجي اخذ section بهذه السويت جلاند ما راح اشوف duct داخل الجلاند، لذلك وصفتها اني اسينار، simple اسينار، لانه duct وحده، duct وحده بس تكون هنا اما simple اسينار او simple اسينار شبيها branch، simple acinar أو simple acinar branch gland lead its secretion by one duct to the hair follicles at the upper third of the hair follicle. كذلك ترتبط أو موجودة within the triangle presence within the triangle between the epiderm the hair follicles and the erector pili muscle عند الركتور بلي مصل. ومثل ما قلت قبل شوية نتيجة الفير نتيجة البرد الشديد راح يصير كونتراكشن بالسموث مصل فايبرز، فراح تسحب لي هنا الهير، تسوي ركشن للهير، تضغط على السويت جلاند فيخرج السكريشن سوري السيبيشيس جلاند فيخرج السكريشن من السيبيشيس جلاند. هذا بالنسبة للسيبيشيس جلاند. لاحظوا هنا السيبيشيس جلاند موقعها موقع السيبيشيس جلاند بالأبر ثير، وان داكت أسينار جلاند، وأسينار إما تكون سيمبل وتكون سيمبل أسينار برانش، إما سيمبل أسينار أو سيمبل أسينار برانش جلاند، وتؤدي لي إلى الهير فوليكل. أبدي بالهير فوليكل. الهير فوليكول لاحظوا هنا قلنا هي امتداد الهير فوليكولز من الابيديرم، الجزء اللي يخرج من الهير الى الخارج سميناه شيفت اوف ذا هير، وستراكشرلي هيستولوجيكالي الوسط مالته اسميه المادولا، والجانبين اسميه الكيوتيكول، وهي عباره عن كيراتوجينيك سيلز او كيراتينايزد سيلز. يمتد هذا الشيفت الى داخل الجسم، يمتد الى داخل الجسم داخل الهير فوليكل، داخل الهير فوليكل، ونهايه الهير فوليكل تكون اكسباند بارت اسميها البلب اوف ذا هير، البلب اوف ذا هير، واللي نهايتها تكون بها انفاجينيشن بها خلايا ابير ميتوتيك ديفيجن اسميها الماتريكس اوف ذا هير، ماتريكس اوف ذا هير. الشعرايه بالوسط امتداد للشعرايه، هذه مو شعرايه هنا بالخارج، مكونة من مادولا وكورتكس، مادولا إذا بالوسط عندي مادولا، وعلى الجانبين عندي كورتكس of the hair، مادولا والكورتكس of the hair، ومحاطة ب inner root sheath والouter root sheath وsheath of connective tissue. إذا كم sheath ذولا؟ ثلاثة تحيط للهير، هذا اسميه root of the hair، اسميه root of the hair. هاي باللونجيدنال سكشن، وحتى بالكروس سكشن بالوسط راح تظهر لي المادولا والكورتكس والكيوتيكول، بعدين تظهر لي الانر روت شيث، بعدين الاكسترنال روت شيث، بعدين الشيث اوف كونكتيف تيشو. فاذا الهير طبعا موجوده فقط بالهير سكين او بالثين سكين، هي invagination from the epiderm. فلذلك بالأسبوع الماضي من ذكرنا، تذكرون الأسبوع الماضي قلنا السكن epidermal جاي منين؟ جاية الepiderm ectodermal in origin، صح لو لا؟ السكن صح دكتور ectodermal epithelia of the skin أو epiderm of the skin، قلنا ectodermal in origin
ومع الملحقات مالته اللي هي الهير فوليكل، وحتى لو نجي على ستركتشر الهير فوليكل هم من الإبيديرم جاي، هم جاي منين؟ من الإبيديرم. والسويت جلاند هم جاية من الإبيديرم، والسبيشيس جلاند هم جاية من الإبيديرم. فإذا كلها هي امتدادات من الإبيديرم. فالسويت جلاند، السبيشيس جلاند، الهير فوليكلز كذلك تكون إكتوديرمال إن أوريجين، لأن هي امتداد مع الإبيثيليا، امتداد مع الإبيثيليا، بس موجودة داخل الديرمال لير. صح الديرمال لير تكون ميزوديرمال إن أوريجين، بس الهير فوليكلز والسويت جلاند والسبيشيس جلاند جاية من الإبيديرم، جاية من الإبيثيليا. فإذا هنا امتداد الإبيثيليا مع الهير فوليكلز إيش راح يكون لي؟ راح يكون لي الإكسترنال روت شيت، إكسترنال روت شيت. كونكتيف تيشو اللي جاي حولها جاية من طبقة الإبيديرم، من طبقة الديرمس اللي هي عبارة عن شيت أوف كونكتيف تيشو. أما بالداخل فكلها تكون إكتوديرمال إن أوريجين، واللي جاية من الماتريكس، جاية من الماتريكس. ماتريكس وهذه البيزمنت ممبرين، وهذه عندي هنا للهير بالوسط المدولا والكيوتيكل، هذه طبقة الانر روت شيت، وهذه طبقة الاكسترنال روت شيت، وهذه طبقة الشيت اوف كونكتيف تيشو. هاي من هنا الشيت اوف كونكتيف تيشو، وهاي الاكسترنال. الاكسترنال روت شيت هي امتداد منين؟ امتداد من الابيديرم، امتداد من الابيديرم. نرجع لها مرة ثانية، بس قبل لا نرجع لها لاحظوا هنا أنا هذه شنو هسه، هذه قبل شوية ذكرتهاني، هذه عبارة عن simple and one duct acinar، لأن ما بيها لومن branch، simple acinar branch lined by stratified epithelia. وهذه الإبيثيليا كل ما تكون باتجاه اللومن تكون mature، وsecrete the cell and its content to the ducts. إذا ال type of secretion هنا أنا شرح يصير as a type of what؟ holocrine دكتور. holocrine secretion. إذا secretion بالسبيشيس gland يكون as a type of holocrine secretion. يمتد هنا الماتوريشن من البيزاليس واللي هي تنطينا خلايا جديدة، من الصير ماتشور تتجه نحو اللومن الى السيرفيس وتنفجر بالسيرفيس الخليه ومكوناتها الى اللومن، وهذا اللومن يؤدي لي الى الهير فوليكل، هذا جزء من الهير فوليكل، الى الهير فوليكل. هذه بالنسبه للسبيشيس جلاند. لاحظوا هنا هذه البيزمنت ممبرين واللي هي ابير ميتوتيك ديفيجن، وتضيف لي خلايا جديده من الصير ماتشور سيلز هنا ربتشر ذا سيلز، وتطلع هي والنيوكليوس والسيبام تطلع الى اللومن اوف ذا هير فوليكل. وهذه الطريقه من السكريشن اسميها الهولوكراين سكريشن، هولوكراين سكريشن. يساعد لي هنا السكويزنج للسيبام، شنو اللي يساعده؟ وجود سموث مسل فايبرز بيلو ذا جلاند، هذا السموث مسل فايبر اسميها الاركتور بيلي مسل، الاركتور بيلي مسل. هذا سكشن بيمن الهير فوليكل كروس لو لونجيتودينال كروس سكشن. اذا هنا بالوسط المدولا والكورتكس والكيوتيكل، هذه كل من المن تابعه للشعرايه اللي تطلع بالخارج، جسم الشعرايه من الخارج اسميه شيفت. اذا هنا تابعه للشيفت، بس هنا الشيفت موجود داخل الفوليكلز، داخل الجسم، داخل الروتس. والروتس هنا 3، انر روت شيث، اكسترنال روت شيث، وشيث اوف كونكتيف تيشو او الديرمال شيث. اذا الهير موجوده داخل الفوليكل، والفوليكلز هذا موجودة بها 3 sheets، الـ inner root sheath ما راح أتعمق بها، الـ inner
والأوتر والكيوتيكل أوف ذا إنر روت شيث وغلاس ممبرين، يعني هذه ما راح أتعمق لكم بها، بس حفظوا الإنر روت شيث والأوتر روت شيث والشيث أوف كونكتيف تيشو أو الديرمال شيث. طبعا الديرمال شيث هي جاية من الكونكتيف تيشو أو من الكونكتيف تيشو لير اللي هي من الديرمس، أما الأوتر روت شيث فهي امتداد من البيزاليس والسباينوزم مال السيرفيس، امتداد من البيزاليس والسباينوزم اللي شفناه قبل شوية. لاحظوا هنا امتداد من البيزاليس والسباينوزم، هذه البيزاليس والسباينوزم امتدت إلى الداخل من الجهتين طبعا وكونت لي الاكسترنال روت شيث. اكسترنال روت شيث يعني هذا الاكسترنال روت شيث منين جاي، او حتى هذا الاكسترنال روت شيث وحتى هذا الاكسترنال روت شيث منين جاي، جاي من السيرفيس ابيثيليا. لذلك هنا يتكون من بيزاليس، هذه البيزاليس وهذه السباينوزم، هذه البيزاليس وهذه السباينوزم، ومحاط من الخارج بديرمال شيث او شيث اوف كونكتيف تيشو. هذا بالكروس سكشن بالنسبه للهير. اذا هسه تعلمنا او عرفنا اليوم شنو تركيبة الهير إذا كانت بالكروس سكشن وإذا كانت باللونجينال سكشن، شنو تركيبة السيبيشيس جلاند والتراكيب الملحقة بالسيبيشيس جلاند وطريقة إفراز السيبيشيس جلاند. عرفنا الكلاسيفيكيشن مال السيبيشيس جلاند اللي هي أو وصف المورفولوجي مال السيبيشيس جلاند، سمبل أسينار وأسينار برانش جلاند وتؤدي إلى الموقع مالتها بالأبر ثيرد أوف ذا هير فوليكل. هذا اللونجينال سكشن ونهاية الهير والماتريكس والخلايا اللي تنضاف إلى الهير، خلايا اللي تنضاف إلى الهير بالوسط جاية من الماتريكس، هذه كتراكيب، هذه الأبنديجيز أوف ذا سكين. كذلك من ضمن الأبنديجيز أوف ذا سكين عندنا النيل، عندنا النيل، النيل أو الأظفر. أنا أسأل كل واحد يخلي أصبعه قدامه راح يشوف نيل. إذا ننظر للنيل من الأعلى، هذه الطبقة اللي هي عليها المؤشر هسه نسميها body of the nail، نسميها nail plate، body of the nail. بال هنا بالجانبين وبالأوتس بالdistal part هاي nail groove، هذا النيل groove، nail groove واللي يمتد داخله كذلك جزء من النيل. شوفوا النيل من هاي المكان مو بداية النيل، هذا المكان مو بداية النيل اللي هو هنا بهالمكان، هذا يعني كروس سكشن بهالمكان، بس سوبرفيشال نلاحظ هاي مو بداية النيل، وانما النيل يمتد الى الداخل، يمتد شلون الشعرايه تمتد الى الداخل، نفس الشيء النيل يمتد الى الداخل، هاي النيل بليت تمتد الى الداخل بما يسمى root of the nail، root of the nail. ونهاية الروتس كذلك المكان اللي يسوي لي mitotic division ويضيف لي matrix للنيل أو خلايا جديدة للنيل، هذا أسميه matrix، أسميه matrix. طبعا root of the nail أو plate of the nail موجودة داخل root of the nail، والجزء اللي خارج وظاهر من عندنا نسميه النيل بليت، نيل بليت. لو اجي على النيل بليت هي عباره عن هارد كيراتينايز سيرتيفايد سكواموس ابيثيليا، هارد كيراتينايز سيرتيفايد سكواموس ابيثيليا. اذا اللي تحتها هنا البيزاليس والسباينوزم اوف ذا ابيثيليا، وتعتبر هنا الكورنيا، البيزاليس والسباينوزم of the epithelia، والبليت شرح تعتبر تعتبر الكورنيوم. هاي البيزاليس والسباينوزم مال الابيثيليا اسميها النيل بيد، اسميها النيل بيد. طبعا الجزء اللي يخرج من النيل الى الخارج هذا واللي دائما احنا نقصه نسميه الفري ايدج، الفري ايدج، واللي دائما نسوي له كاتنج. والاستطالة من للنيل هي تجي من الماتريكس، تجي من الماتريكس، إضافة خلايا جديدة من الماتريكس، فإضافة خلايا جديدة راح يظهر اللينث مالته على الفري اند أو الفري ايدج.
النيل مرتبط مع الإبيديرم، مرتبط مع الإبيديرم مع الفينسكين للأعلى بواسطة الإيبونيكيا، ومرتبط مع الإبيديرم بالنسبة للثيك سكين بواسطة الهايبونيكيا، بواسطة الهايبونيكيا. فإذا النيل هو عبارة عن هارد كيراتينايز راتيفاي سكواماس إبيثيليا. البيزالس والسباينوزم اوف ذا إبيثيليا أسميها النيل بيد. البليت تمتد إلى الداخل بواسطة الروت اوف ذا نيل. نهاية الروت هي الماتريكس. ارتباط مع الإبيديرم للأعلى بالثن سكين أسميها الإيبونيكيوم، وارتباطها مع الثيك سكين أسميها الهايبونيكيوم. هذا بالنسبة للنيل واللي هو من ضمن كذلك الأبنديجيز of the skin. إذا أكو أي سؤال أو أي استفسار على الانتجمنتال سيستم.